النهارده راح نطل عليكم مواضيع ثقافيه وادبيه وفنيه ونعيد عبق الماضي بعطر الحاضر. صباحكم ورد. لما بنبدا صباحنا بابتسامه، بثقه، برضا الوالدين، هو صباح مميز. صباح الياسمين الشامي، صباح الورد الجوري، يسعد صباحكم. التفاؤل في الصباح راح يعطيك امل اكبر في حياتك. في صباحاتنا وجوه مليئه بالامل، اصوات كلها ايجابيه. نلتقي وياكم ونشرب فنجان القهوه وياكم في كل صباح، وصباح الورد.